إن شاء الله نهار بركة، نهار الرزق، نهار الأخبار الطيبة والإيجابية. في صحتكم لليوم حبينا نحكي وشوية على مرض نسميه الزهايمر، نسميه الخرف، نسميه فقدان الذاكرة. اليوم رقم كبير برشا خلينا نحكيه فيه، وكذلك نلقوها من جملة المواضيع اللي تسعى وزارة الصحة أنها تفسر، أنها تفهم، وأنها كذلك تفيد التوانسة الكل. نحكيه على أكثر من 52 ألف مصاب بالزهايمر حسب رئيس اللجنة العالمية لجمعية الزهايمر جذا إدويدر. اليوم نعرف أكثر تفاصيل، فرحنا برشا ترافقني المكلفة بالتثقيف الصحي بالإدارة الجهوية للصحة بنابل الدكتورة زهيرة بن عشوية. صباح النور. صباح الفل. صباح النور نرمين لك أنت، للفريق اللي يخدم معك، وكيفة مستمعي ذات كفافة. يعيشك، نهارك طيب. زهايمر كنا قبل نسمعوه من الحالات والأمراض النادرة، ولكن توا ولينا كي تمشي لطبيب أعصاب تلقى في النهار ممكن 10-12 مريض يجي على المشكل هذية. ولاو برشا حالات تاع مالادي دالزايمر والا مرض زهايمر. احنا كل 21 سبتمبر فما معناها تذكير والا ايام طبيه للتذكير بالمرض هذايا، هو شنو تعريف به والوقايه منه. دونك فما برشا ايام طبيه تو مؤتمرات قاعده اللي هي بالمرض زهايمر، تعريف به باش الناس كيف يعرفوه يمشيوا يداويو. موجودين برشا حالات كما قلت انت، فما تو في العالم تقريبا 52 مليون مصاب بالمرض هذايا. في تونس، في تونس 52 ألف حسب رئيس اللجنة العالمية لجمعية الزهايمر يا ذكي، 52 ألف في تونس حسب الإحصائيات. فما كل عام 3000 حالة جديدة من مرض زهايمر، وهي قاعدة تتفاقم عام، كل عام تتفاقم أكثر. هذاك علاش يعني باش نحكيو عليه، وباش نركزوا في الآخر على الوقاية. وقاية شنو هو مرض الزهايمر؟ خاطر برشا يقول لك أنا ننسى وننسى وننسى، فاتحي وننسى فلوسي وننسى كل انا عندي زهايمر، عندي زهايمر، عندي سنين كلمه قاعده تداول برشا. سمعوها هو صعب باش نبداو واضحين. مرض زهايمر يمس الفئه العمريه اللي في 65 سنه واكثر، نادرا جدا نشوفوها قبل 40 سنه. دونك هي فوق ال 40 سنه باش تشاف، لكن نادرا جدا قبل 40 سنه. الخرف هذايا هو نوع من الخرف، وهو اكثر انواع الخرف شيوعا. دونك اكثر انواع الخرف شيوعا هو مرض الزهايمر. شنو يعمل؟ يمس المهارات العقليه والاجتماعيه، يولي الانسان عنده ما عادش ينجم يؤدي الوظائف اليوميه والعاديه نتاعو. واضح. هي الخلايا نتاع الدماغ يصير لها، نقولوا احنا بالفرنسي اتروفي، دونك سي تليف، معناها تليف والا ضمور الخلايا الدماغيه. هي ما عادش تؤدي الوظيفه نتاعها، وهكاك تمس الذاكره والقدرات العقليه والذهنيه. واضح. فوالا. دونك نحب نقول اللي المالادي دالزايمر ولا زهايمر ماهيش مرحله طبيعيه نتاع مراحل الشيخوخه. لا، مش اي واحد يكبر راهو باش يمرض بالخرف ولا باش يمرض بالزهايمر، ومش كل واحد ينسى راهو عنده زهايمر. فوالا. هو مرض للاسف مرض معناها عضال، معناها ما يبراش، ما فماش تويكا دواء يعالج المرض هذايا. لكن المطلوب منا نعملوا تشخيص على بكري باش ناخروا التطور نتاعو. كل ما ناخروه نربحوا العوام هذيك، يكون فيها المريض اوتونوم، يعني عمل على روحه في حياته العاديه. وكل عام نربحوه اوتونوم، يعني عمل على روحه في اداء الوظائف العاديه. اي، ولكن الزهايمر اليوم ماهوش من الامراض القاتله. لا، ماهوش مرض قاتل. هو ما عندوش شفاء، لكن هو مرض صعيب يتعب مولاه، ويتعب خاصه والناس اللي معاه، المرافقين. المرافق والا المعين نسميوه. في برشا حال ضياع ودعوه لهنا للمستمعين اللي عنده ابوه ولا عنده شكون من قريب، وان شاء الله ربي يشفيه. ولكن نسمع برشا بحالة ضياع مستني ويقول لك راه عنده زهايمر. دونك لهنا المراقبه المستمره اكيد برشا لازم. دونك نرجع تو للمعينين، المعين والا المرافق نتاع مريض زهايمر راهو يلزموا عنايه خاصه نفسيه وتاطير ودعم نفسي واجتماعي كبير. شنو هي الاعراض؟ شنو الاعراض نرمين؟ اهم معناها حاجه تقول لنا اللي هذا مريض عنده قاعد تنسى، هو النسيان. النسيان شنو حكايه النسيان؟ دونك مش الناس الكل يقول لك انا ننسى وين حطيت مفاتحي، ننسى فلوسي وين حطيتهم.
تليفوني انت راوين حطيته ننسى ساعات الاسماء نتاع الناس ما نقابلهم ديما. دونك هذه حاجات عاديه وتصير للناس الكل، لكن النسيان في المالادي دالزايمير هو نسيان متواصل ويمشي ويتفاقم. شنو يصير؟ يصير كونه مثلا ينسى كونه المواعيد نتاعو، ينسى ادويات وخذهم ولا ما خذهمش، نجم يخذهم زوز وثلاثه مرات، ما يحطش حاجه في بلاصتها الصحيحه، بخلاف كونه ينسى حطها وين حطها، مثلا يحطه فاتح في الفريجيدير مثلا، معناها ما اماكن مش منطقيه. وهكا دكتوره توينس الكل عنا الحاله هذه. اي ذيل وذيل نستنى باش نسمع، وخاطر الناس الكل يقول لك عندي زهايمر، هو تلقى عمره 20 و30 سنه راهو مش صحيح. انا البارح لوش في التليفون والتليفون فوق الطاوله قدامي. هذاك النسيان، هذاك النسيان، هذاك النسيان من التعب ومن لي زونجاجمون اللي برشا في النهار. لكن في الاخر تركز مع روحك شويه وتلقاها الحاجه هذيك. ينساو الاسامي نتاع اولادهم، ينساو الحاجات اللي يستعملوا فيها كل يوم، يغزر لهم نجمش يسميها لك. عنده مشكلة في التفكير، التفكير المنطقي نتاعو يضيع، وزاده ماشي نجم يحسب، ماشي نجم يقرا، ماشي نجم يكتب، ينسى معناها الادراكات اللي كان هو ينجم يعملهم بطريقه سهله، ينسى كيفاش يعملهم. فما مشكله كبيره في المعاملات الماليه، راهو يولي ماشي يعرف يحسب فلوس وما يعرفش يتصرف فيهم، ينجم يضيع فلوس ويعطيها لناس ما تستحقش. دونك حتى شكون اللي لهنا سامحني فيهم، فما مشكله قانونيه سامحني فيهم، العبيد اللي يخليه صحه على وريقه فوالا بتعلت لهنا، فما مشكله قانونيه. يلزم يعرف مريض الزايمير، يلزم يعرف على بكري في المراحل حقوقه القانونيه المتقدمه، يلزم يعرف اللي هو عنده المرض هذايا باش يتصرف قبل ما يولي ينسى وتصير له اللخبطه هذايا. دونك هذوما برشا العلامات هذوما، بخلاف هذايا يولي مثلا امراه كانت، نعطيهم امثله باش نقرب لهم، طيب بالكدا وماكلتها بنينه ومقديه ونظيفه في دارها، بعد تولي ماكلتها مش بنينه، تنسى الماكله على النار تحرقها، وحتى كي تحرق ما تعرفش حتى اللي هي يلزمها تطفي غاز، اكل التفكير المنطقي والعادي استراب. تنسي ما عادش يتلهى بمظهره الخارجي، ما عادش دارها مثلا نظيفه، يكون مثلا يتغير المزاج نتاعو وطريقته تتغير، يكون كريم يولي مشحاح، يكون مشحاح يولي كريم برشا، يولي عنيف من بعد في الاخر مزاجه يتقلب، ما عادش يرقد بالكذا، يولي عدواني، ينسى كانوا ولده جاه، يولي عاركه، يقول له انت ما جيتنيش ما طليتش عليا، هو كان بحذاه. دونك لهنا دكتوره نحكيو على الزهايمر، انه اليوم مرض عصبي اكثر من انه هو مرض نفسي. هو مش مرض نفسي. أي. هو مرض عصبي، هي معناها بروتينوباتي، معناها هي مشكلة في بروتينات معينة موجودة في الدماغ واللي هي تسبب الأعراض هذية الكل، هي جات في الدماغ، دونك الأعراض هذية باش تكون بالطريقة اللي كنا نقولوا فيها الكل، وفي الأخر يوليوا معناها الناس هذوما خايفين، ما عادش عندهم ثقة في المحيطين بهم، ويصيبهم الاكتئاب. يعني هو مرض ثقيل حقيقه، يثقل كهل المريض وكهل المريض والمرافق. قايل دكتور احنا ان شاء الله ربي يشفيهم الكل وربي يزيل كل بلاء على كل مريض يا ربي. اليوم الزهايمر هذايا اللي يسأله شنو اسبابه؟ منين يجينا الزهايمر دكتور؟ فوالا دونك كما قلنا هي مشكله في البروتينات نتاع الدماغ، دونك شنو سيلول معناها العصبيه هذيك الخلايا العصبيه، لكن شنو هما الحاجات عوامل الاختطار؟ عندنا مع العمر، دونك قلنا ديما فوق ال 40 سنه، فوق ال 65 سنه نورمالمون، لكن فوق ال 40 سنه نجمو نشوفوه. فما عوامل وراثيه، اذا كان فما في العائله ملاديد الزايمير دونك راهو باش يمشي مع متوقع برشا برشا كونه يكون موجود. النساء اكثر يصابوا به، ما نعرفوش علاش، اما النساء اكثر من الرجال. لك خاطر المراه تخمم وتلقاها تخمم وقاضيه وخدمه والرجال خدمه، تقول انت ما احترمتنا للناس الكل ولكن حسب الدعابه. فما بعض الامراض وذاك علاش ديما نوصي اللي عندهم غثه الدم يردوا بالهم، اللي عندهم السكري، اللي عندهم شحم في الدم، اللي عندهم السمنه، اللي يتكيفوا، اللي يتعطاوا الكحول، اللي ما يتحركوش برشا، ما عندهمش نشاط بدني والا ما عندهمش نشاط زاد فكري متواصل، هذوما زاد معرضين اكثر. لهنا علاش دكتوره ديما في اوروبا يقول لك عمره 50 و60 و80 في يدو كتاب. في عنده كتاب وراه مش من لا شيء، باش يشد كتاب وينحي التلفزه من الدار وينحي القهوه، راه فما هدف منه، فما حكمه. دونك المخ اللي يخدم اكثر معرض اقل للمالادي دالزايمير، دونك يلزم المخ يخدم.
نخدموا الخلايا العصبية نتاع الدماغ. كل ما تخدم أكثر كل ما يصيبهاش الألزايمر دونك أكثر. دونك شنو توا كيفاش باش نلعبوا على الوقاية؟ تقول أنت زعما فما وقاية؟ هو قلنا اللي هو مرض ما عندوش ما عندوش علاج. العلاج شنو هو؟ باش نحكيو كلمتين. العلاج اللي باش نعملوه إذا كان للمرض اللي انستالي اللي لا معناها جا المرض هذايا موجود بالطبيعة باش نداويو. فما أدوية تساعد على تأخير التطور نتاع المرض. معناها نربحوا أعوام. نربحوا أعوام وهذه حاجة كبيرة راهو. وعن تجربة وعن تجربة. بالطبيعة. وباش نداويو الأعراض اللي تمشي مع مرض الزهايمر. يعني باش نداويو قلة النوم. الأرق باش نعطيو دويات باش يرقد. ساعات يبدا ياسر عدواني ولا الهيجين. الهيجين معناها يبدا ياسر أغريسيف ولا ياسر عدواني. دونك والقلق كيف كيف يبدا قلق يبدا. دونك هذاك نعطيوه دويات زاده مضاده ليها يولي مكتئب كما قلت لك. باش نعطيوه دويات زاده مضاده للاكتئاب. دونك هذايا وبعض الدويات الاخرى بالطبيعه يعطيوهم الاطباء المختصين حسب الحاله لينوغولوك. كيفاش نجموا نعملوا الوقايه؟ احنا تو اللي يسمع فينا يقول لك انا نحب نهار اخر نكون نحمي روحي. عقلي نحمي روحي نحس في هكا شويه عرف كيف نحب انا غدوه ما نكونش مريضه زهايمر. باهي قولي انت هاو فما الجينات وفما الوراثه وفما العمر وفما صحيح، لكن كيفاش نجم تأخر حتى كان عندك الوراثة هذه؟ كيفاش نجم تأخر ظهور المرض هذايا وتحمي روحك؟ دونك نبدأ النشاط البدني المنتظم 20 دقيقة يوميا نتاع مشي. ما قلناش سبور وجري واكتيفيتي كبيرة. 20 دقيقة مشي لمن استطاع بالطبيعة، اللي نجم يمشي واللي تكون قدراته البدنية الجسم نتاعو يتحمل وتسمح له. وهو خاطر كي نبداو من اللي احنا صغار واحنا نتحركوا حتى احنا كبار نجموا نتحركوا فاسيلمون. هذه حاجة نبداوها من تو. احنا تو نوصيو في الصغار قبل الكبار. الغذاء الصحي المتوازن ديما نرجعوا له. يلزم يكون في عندنا الخضرة والغلة الفواكه الجافة الحبوب الكاملة الحوت. نبعدوا على الشحومات على المقلي. نحافظوا على وزن سليم يعني نحاربوا السمنة. دونك هذاك زاد يعاوننا. الإقلاع عن التدخين، الامتناع عن شرب الكحول، الوقاية من الأمراض المزمنة اللي كنا حكينا عليها قليلا اللي هي ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول. هذوما حتى كانوا مرضنا بهم يلزمنا ديما نحافظوا على معدلات عادية. فما حاجة أخرى اللي هي الاعتناء بالصحة العقلية، استخدام المهارات متاع التفكير والمهارات متاع الذاكرة. كيفاش؟ مهارات التفكير نشجع على الألعاب الفكرية ياسر. ما يمثل الدكتورة صغار ولا كبار فينا قول لك أنا شو نعمل؟ معنا شو نلعب مع ولدي؟ أي نلعب مع نجم ولد تلعب مع ولد ولدك الكارتة شكوب رامي ديمين وذوكم نتاع الحروق الشطرنج. الشطرنج مهم على الاخر يخدم معناها العاب فكريه مهمه. الشطرنج غيره فما الرجال الكبار البرا الخربقه اي لعبه خربقه زي ما نعرفوش في الارياف موجوده الدامة تشبه الدامة شوي. دونك هذوما ما عرفتي الالعاب ان شاء الله يفهموا قصد المستمعين كيفاش التليفونات شعملوا لنا. دونك الالعاب الفكريه هذيك راهي مهمه على الاخر تخدم المخ مليح يلعبهم سواء مع الناس اللي في عمره والا مع الاحفاد وزاد ويعلمهم تكون. وفما حاجه اخرى مهارات الذاكره، خاطر هي مشكله نتاع ستوكاج. ما عادش المخ يستوكي المعلومات الجديده. نجم يدخل في نوادي الموسيقى الغناء نجم اكل ريبيتيسيون هذيك يعاود 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 يولي يحفظ حاجات جديده. وفما الجمعيات القرانيه زاده يدخلوا يحفظوا يتعلموا القران. هذيك راهي فيها كل التعاويد يعاود يعاود ويحفظ وهو بيدو يعاود يقول. بالطريقه هذيك المخ يقعد الدماغ ديما يخدم ديما ناشط وديما يخدم جوستومون. وفما خلينا نقولوا احنا الانرجي فما انرجي لازمها تطلع على راس. يلزم الخلايا مثل المخ نخدموهم قد ما نجمو. هذاك الكل باش تعمل انت كستوكاج اللي باش تعمله توا يصلح لك الغدوة.
يصلح لك الغدوة ويأخر ظهور المرض هذا. واضح ان شاء الله من كل قلوبنا نتمنوا الشفاء للناس الكل، وان شاء الله بالمعلومات اكيد اكيد اكيد. دكتوره يعطيك الصحه، شكرا لك، نهارك طيب، نهارك فل. شنو برنامجك اليوم؟ خلينا نخوف فكره شويه اليوم مع ضيوفي نهار احد. طبيب في تونس، شنو وين الجميع من نهار الاحد؟ نهار الاحد بالنسبه لنا احنا هو نهار الراحه الاسبوعيه بالنسبه دونك نهار الراحه باش نستغلوه للراحه. ان شاء الله نهارك طيب، نهارك فل. دكتوره يعطيك الصحه، الدكتوره زهيره بن عشاويه المكلفه بالتثقيف الصحي بالاداره الجهويه للصحه بنابل. تنجموا ترجعوا للباساج تلقاوها على نوتخ باج فيسبوك راديو كابا فيم. 8:17 دقيقه نمشيو بالموسيقى ونرجع لكم بعد شويه.